نحن الآن في مشفى الهدى الجراحي التخصصي، يقع هذا المشفى في منطقة حور، وهو المشفى الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية لحوالي 500 ألف مواطن قطنين، إضافة إلى أخواننا الذين هجروا من مدينة حلب. ويوميا يراجع هذا المشفى بحدود 500 مراجع. فوجئنا بالأمس ونحن مجتمعين في المطعم بحدود الساعة الثانية والربع ظهرا بصواريخ لم نسمع لها من قبل بصوتها وقوتها، وبفضل الله وعزته انتشر كل الموظفين والعاملين في المشفى خارج المطعم، ولكن فوجئنا بعد 5 دقائق بصاروخ آخر يبدو أنه ارتجاجي، لأن المشفى اهتزت بالكامل. نتيجة لذلك والطيران الروسي الذي يقوم بهذه العمليات، لأننا أصبحنا نستشعر مدى الطيران الروسي وصواريخه عن الطيران السوري وصواريخه، أصيب 4 أشخاص من الكادر وقدمت لهم الإسعافات الأولية. خرج آخر المستشفى من المناطق المحررة في مدينة حلب، ونحن الآن كيف سنقدم؟ ماذا سنعمل؟ نحن نبتهل إلى الله عز وجل أن يهيئ لنا مكان آخر لننقل هذا المشفى، نقدم خدمة إلى أخواننا وأهلنا في حلب وخاصة أخواننا المهجرين. نحن الآن في ريف حلب الغربي في منطقة حور، والتي قام الطيران الروسي عصر أمس باستهداف المشفى الوحيد في المنطقة والذي يعالج أكثر من 500,000 نسمة، حيث استهدفه ب4 غارات جوية، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة نهائيا وجرح العديد من الكوادر الإسعافية داخل المشفى. عمر الجنوبي، قناة حلب اليوم.